السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس بخير. اليوم غنشارك معكم فيديو جديد ان شاء الله. زين دابا انا على عمر غندير واحد التمرة ديال هاد الخليفات بالورقة. زين دابا نقطع هاد الفلفلة دي واحد الدريعة مفكوكة ديال العطرية هادي، ديال الدجاج، البصلة، ندير لها شويه ديال الزيت، غندير هاد الشحار ونمشي دابا غندير هاد الدجاج، غنديرو مع هاد البصلة والفلفلة، شحرت مزيان، نديرو بوعد القريعة، نمشي نشحر معاهم. دابا أنا طيبت التعميرة ديالي، هاهي عندي هنايا شويه ديال موزاريلا، جبن، ندير الورقة ديال الفينو. انا غنعمر فيها الكاس تبقى ملوية، ناخد غير لي غنقضي بيه، غندير بيه شحال هادي عندي مشرية، ديرها في التلاجة. و دابا عاد كتب الشركة معاكم اليوم.
غنلويها وخليها هكا هكا. ندير الزبدة، بنعطي هنا بشوية الزبدة مزيان. شويه ديال الجبن، زين ندير له بحال هكا. زين عندي البطاطا مدهونه بالزبده، كنفكها بشوية باش ما تقطعليش. يا ساهلة تقطع، دغيا كتقطع ضروري تمشي معاها غير بشوية. نطويلا هاد الطريفات اللي مقطعين بحال هكا نحط عليهم. نقطعها دي بالميكا باش نعرف انا هادم راه درتهم حلوين ومالحين. شويه الشعريه الصينيه درتهم حلوين ودرتهم مالحين. العطريه ما درتش فيهم بزاف، العطريه درت غير شويه. صح يدي باش ما كت شويه ماشي مشكل، كطيب ما كتلقاش. ندير واحد الطريقه هنايا نعاودو فيها باش ما تبقاش هي هكا كما
مفتوحة. نسينا دابا ندير الطريف. طولش عليكم فيديو، غادي نكملو ونرجع نتوما. دابا هنا تقريبا كمله لي هادي، الورقة الأولين درت فيه بزاف. نسيني كيفاش درت لهم هذا، درت لهم الورقه مضوله جاوني كبارين، هذا درت لهم الورقه غير وحده صافي دابش جاوني صغيرين شويه ما يتسهل لي شي هنايا. ما تساعدوا لي شي، غنديرها بوحدها هذيك باش يطيبوا مزيان. غندهن شويه د الزبده من وجههم هكا، دابا نشعل الفران طيبو ونشاركو معاكم ان شاء الله. هانتوما يا المشاهدين ديالي ها هما طايبو، دابا غنديرو في الطوسيط. الجم كا صار مشين كيجو واعرين. كيجيو واعرين تبارك الله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديالي اليوم، يخطوكم عينا تبارك الله عليكم. نتمنى تجربوهم تردوا عليا، كيجيو واعرين تبارك الله، كيجيو فنين. ديروا لي جيم يا مشاهدين وبارطاجيو وفعلوا جرس، يجازيكم بالخير وتبارك الله عليكم وعلى خطيكم علينا وعلى الخدمه ديالي. كنتمنى يعجبوكم ويعجبكم هذا الفيديو اللي شاركت معكم اليوم. الله خليتكم على خير، على فيديو جديد ان شاء الله.